بدايتي ككرة السلة أنا ليا أخواتي الكبار بيلعبوا وأكبر مني بكتير، فده اللي شدني للعبة حببني فيها. بعد كده دخلت هنا في النادي لمرحلة الناشئين تحت 13 سنة لغاية الدرجة الأولى، مراحل الناشئين كلها لغاية الدرجة الأولى. لعبت 10 مواسم بالظبط أو 11 موسم في النادي الأهلي. علاقتي أنا لما كنت طفل كنت باجي مع إخواتي، زي ما قلت لحضرتك كان أخويا الكبير سيد صابر كان بيلعب هنا في فريق الدرجة الأولى ومنتخب مصر، فكنت أنا باجي على طول معاه، فعايش الجو بتاع اللعب، جو كنت بسافر معاهم وانا صغير، كنت بسافر معاهم الماتشات بتاعتهم، فتعلقت جدا بكره السله. غير اللي طبعا النادي الاهلي والاحتواء بتاع الناس اللي موجوده في النادي، ده اللي دفعني ان انا اكمل في الكارير او في المجال بتاع كره السله. انا طلعت من الفريق الدرجه الاولى وانا في الناشئين، لعبت اتلحقت في الفريق الاول وانا في الناشئين، حققت مع النادي 2 دوري، 8 كاس، كاس مصر، 2 بطولة أفريقيا. طبعا احنا النادي عندنا ما بيعترفش بالمركز الثاني، احنا خدنا في مركز ثاني كتير يعني، فما اقدرش اقول ان احنا مركز ثاني او افتخر بمركز ثاني، لان النادي الاهلي ما بيعترفش الا بالمركز الاول. بالنسبه لاصعب بطوله كانت بطوله افريقيا في السنغال. طبعا السفر وانت يعني الناس عارفه الاعاشه او الاقامه او 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 في افريقيا بتبقى عامله ازاي. احنا كنا تقريبا قاعدين في مدرسة وما كانش في ملاعب نتمرن فيها، ما فيش أكل، ما فيش، فدي كانت أصعب بطولة. غير الفرق كانت قوية جدا يعني، كان فريقين من أنجولا وفرقة من السنغال اللي كان مستضيف، والحمد لله كسبناها، الحمد لله كسبناها حتى فرق ماتشين. طبعا في نجوم كتيرة يعني على مر الأجيال اللي أنا عصرتها، حتى وأنا تحت السن بتاع الفريق الأول كان في ناس بتحطيها كمركز أو كتارجت او هدف ليكي او طموح ان انت تبقى المثل الاعلى بتاعك. في طبعا يعني كابتن سيد صابر، كابتن خالد بخيت، كابتن هاني عبد المنعم، ده انا شفته وانا صغير تحت 15 سنه كان بيلعب درجه اولى ولحقته ولعبت معاه، كان كابتن النادي الاهلي، هو كان اللي بيوجهني كويس قوي وازاي يعني، حتى لغايه دلوقتي انا بستفاد منه حتى وانا كمدرب. في نجوم كتيره طبعا حتى اللي عصروني في جيلي، كابتن كيدار هنداوي، الاسطوره طارق غنام، خالد مصطفى شادي، كل دول يعني اساطير. بس طبعا عشان دلوقتي الميديا والفيسبوك مش زي زمان يعني الاجيال، فمش معروفين قوي، بس دول كانوا اساطير يعني حتى في الفن. الحاجه الثانيه، احنا عندنا الدوري في كره السله، احنا عندنا 8 فرق كبار، يعني 8 فرق بيضربوا في بعض، يعني انت راح تتفرج على الماتش مش عارفه مين اللي هيكسب. احنا مثلا مش زي كره القدم او كره اليد او كره الطايره، لا احنا عندنا 8 فرق، 8 فرق اقوياء، فعشان كده الدوري بتاع كره السله اصعب واقوى دوري موجود في مصر. انا بقالي 13 سنه شغال كمدرب، الحمد لله شغال في النادي الاهلي حتى وقتنا هذا، بس بتجيلك عروض بس انت مرتبط بالنادي الاهلي، ما تقدرش تخرج بره النادي. خرجت بره النادي مره سنتين اشتغل بره، بس انت غصب عنك بيتك بترجعي له غصب عنك. انا شغلت كمدرب، كل الحمد لله اشتغلت كل المراحل السنيه، من اول اشتغلت 8 سنين لغايه اشتغلت مدرب عام في الفريق الاول سيدات. الحمد لله محقق بطولات، الحمد لله شغال كويس. والاهم طبعا في قطاع الناشئين اللي انت بتطلعي لعيبه للدرجه الاولى، والحمد لله قدرت الحمد لله اطلع لعيبه للدرجه الاولى. هو لازم يلعب باسكت طبعا او كره سله، لازم يلعب من سن بدايه على الاقل 8 9 سنين. لعبه الباسكت لعبه مركبه شويه، اهم من ده كله لازم يحب الباسكت او اولياء الامور يحببوا الولد في اللعبه بتاع كره السله، ودي بشتى طرق كتيره يعني. تاني حاجه، لما يجي يلتحق لازم يلتحق باكاديميه لتعليم المهارات الاساسيه، وبعد كده يخش كلاعب. لما يدخل كلاعب المفروض المدرب دوره هو اللي بيوجه وهو اللي بيطور وهو المسؤول عن اللاعب لغايه الدرجه الاولى. الرساله الجماهيريه، احنا مطمئنين على فرقه الدرجه الاولى بالنادي الاهلي، النادي الاهلي فرقه قويه جدا معاه جيل يقدر يحافظ على البطوله بتاعت الدوري العام او بطوله افريقيا اللي هي البال شغاله، يقدر يحافظ عليها لمده 3 4 سنين كمان. فمطمئن الجماهير بالنسبه لكره السله ما يلاقوش عليها في النادي الاهلي خالص.